بظامة حول وحبك عنده قيمة. لا 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 لا. بلادي أحبك تيرارارا فوق الظنون. صافا هاك مليح النوني لاباس صح بخير. راح تعاون السيد تايم سكوير راح تعاون السيد. لي زوم هاوليك حبس باش يعاون خونا من 29. لي زوم لي زوم لي زوم حبيبي هاي صافي بليزير صافي بليزير صافي بليزير صافي بليزير. صورة جميلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاغرون بوست لاغرون بوست صافي بليزير. وزو صافا هاك مليح. انا جزائر العاصمة هاك جزائر الحديثة. انا قالوا لك دير شو في لاغرون بوست ان شاء الله. راح ننظموا ان شاء الله حاجة تكون بالك ربما ان شاء الله في الصابلات لانه على بالي باللي جمهور غفير وحاب يشوفني. على بالي باللي ناس بزاف راهي حابه تشوفني. سو راح نضم حاجه ان شاء الله تكون تكون طلعت في الصابلات على ارضي ان شاء الله. فكر انا نتجول فقط. هذا مثلا انا ندورو شوفوا الشبيب هذا نتصور معاهم بين اصواله. هذا هو هدية. اسمع ايش نقل عبسك وقال لك قارم جايين. الله يحفظك ربي يخليك. صحيح خويا عزيز شريكي قام يقول لك رانا جايين لا غرون بوست شريكي. انا رايح انا راني بوجي ان شاء الله للدار. راه طوحنا من هنايا اهو جميله السياره. ما شاء الله عجبتني عجبتني السياره رونق يعني رونق وضعها فيها الجمال والابداع. اصبر اصبر يا حبيبي اصبر قريب. تجول في أزقة وين رادة؟ جزائر العاصمة جزائر الوسط. في الجزائر حاجة شابة تحس روحك ماشي فري ولكن ما قدرش تكون فري ما قدرش ندير صوالح توي تاع ما كانش كيفا ولكن شو البصبوص الكتكوت؟ البصبوص الكتكوت هذا البصبوص الكتكوت تحس روحك في دارك. في دار. وصلوا 2000 ان شاء الله. ان شاء الله. راح تبعد يا ستار قريب راح تبعد صح شريكي. والله راح تبعد. هكذا خي عيد شوية تروبوزي. الله عيد دورنا شوية حبسنا ألف مرة. هاي نعم هاي بصي اول مره نجي ولا هنايا بعد
بعد 7 سنوات. جميل جدا، جميل جدا. قال لك دير شو سميه ميجا شو دي زاد. عجبتني هذه ميجا شو دي زاد. من عند محي الدين سلطاني. يا حي عليا، تحية كبيرة محي الدين سلطاني. من راهم يشوفوا فينا كامل؟ يقولوا لنا من راكم تشوفوا فينا؟ فازي. قولوا لنا تشوفوا من 2000 شريكي 2K. 2K. إن شاء الله. خالتي راح نديروا شو إن شاء الله. دخلنا 50,000. عاونوا أخوكم. عاونوا أخوكم باش يقعد في الجزائر. الحمد لله، لازم الدعم. انا بكيفكم كاين مثلا ريح لقمه تاعي وجيش حق ولا لازم يكون مدخول على الاقل ناقص 2% على تعديل. هاك دونك ندخلوا لبعض الاسماء تاع هكذا. قال لك واحد، قال لك صافي بليزير دو محسوب. قال لك محسوب صافي بليزير كو 7 سنين وانت في ليترونجي. ابخي الله يحفظ خويا. ولا 7 سنين يقولها غير 7 سنين هذه. الحمد لله، شعور جميل انك تعود الجزائر. البارح واحد كتب واحد التعليق حبيت نعلق عليه. راهم يسمعوا فيا مغلق مغلوق عليك. لا يسمعوا فيك. اسكو راكم تسمعوا في الصون؟ نورمالمون يسمعوا. كتبت في البارح كده بدوار السعادة وكامل على بالكم خوكم الإيجابية والطاقة الإيجابية دايما. ماغري كو تكون كاينة الطاقة السلبية، ما كاش كيفاش تكون إيجابي 100%. أنا ثاني مرات كي نوض مقنوط، نوض متحسر، نوض خمم بزاف، كحالي كحال البشر. مي واحد كتب لي في تعليق قال لي إذا كنت راجل، قال لي كون راجل وأقعد هنا وحفز الناس. ودا ديجا هادي تاع كون راجل ولا فيها قلة أدب وقلة احترام. الواحد ما يقولش كون راجل، أنت ما تعرفش الرجلة، ديجا ما عندكش مابا تعريف للرجلة كي قلت لي كون راجل. معايا؟ إذا أنا في عينك ماشي راجل ما كانش مشكل، ولكن الرجلة مش أنه تبدل المكان اللي راك فيه وتروح بلاصة واحدة أخرى. حتى الناس اللي سطروا أسماواتهم في التاريخ بدلوا الأماكن تاعهم وراحوا بلاد واحدة أخرى وراحوا الأماكن واحدة أخرى باش يزيدوا يديفلوبيهم وراحوا لوحدهم. يعني سافر انت لست بشجره، وسافر انت لست بشجره حتى راك في الجزائر والولايه تاعك ما خرجتش عليك، بدل الولايه عادي جدا. اللي ماشي رجله ولا اللي فيها هكا دناءه هي انك كي تخرج لبلاد الناس ولا كي تروح لمنطقه اخرى تذكر انت منين جيت، تذكر الاصل تاعك هذاك اللي ماشي راجع. اما العبد الضعيف هذايا كنت في دوار السعاده وفي الصومعه وفي البليده وفي مرادي وفي المنطقه تاعي هذيك ندور في الجزائر العاصمه. قدر ربي شاءت الاقدار اني رحت امريكا وحاولت ندير وش ندير وحاولت ندير الشو وحاولت درت الحاجه اللي نحبها انا بغض النظر على السوشيال ميديا، لانه يتقطع الحد تاع السوشيال ميديا نبقى نعيش حياتي الحمد لله. المهم انا واش راني ندير؟ نشارك مع خالتي الايجابيه، يعني نشارك مع خالتي الطاقه المليحه. راني كيما يقول لك مبين لك باللي هذا اخوك صغير ولا اخوك كبير كان هنا ثم كيما يقول لك راح وعاود ولا هذا ما كان. اما الناس هذه اللي تجي وتطلق السلبيه تاعها في الصفحه تاعي ولا والله ما انتبه لكم. والله غير يورولي خويا هكذا يقول لي هذا كيفاش هذا كيفاش، ندير خاطري هكذا ونرجع. واللي رجع لهم بزاف والله غير تساعدوني غير الانجيجمنت برك باش المفعول تاع لاباج يطلع شايف. وانا جيد، انا جيد جدا في اختيار واختناء التعاليم، ولكن التركيز يكون دائما على الناس الزينه، الناس الرزينه، الناس المربيه، الناس اللي تحبنا. هذاك هو راس المال هكذا، لانه الناس اللي تحبنا كاين 99% الناس يحبنا 99.99% و 0.0000% هذوك الناس اللي يحبوا يجوا هكذا يطلقوا كيما يقولوا بسلام تاعهم عادي جدا. وانا بالي بلي منهم بزاف يتلاقى بيا يتصور معايا، منهم بزاف يتلاقى بيا يتبسم معايا هكذا. المهم احنا في الطريق مع خويا زوين كل يوم من شرطه ومن درك ومن جمارك ومن اصحاب الحي ومن اللي يتعاطوا المخدرات ومن كاع. اسمح لي لقمان كاين واحد واسمه سمير قال لك كنت معاك دركا والله حشمت نقول لك تصويره. سمير يا خويا ارواح درك شريكي، رانا في لاكرون بوست، ارواح ديريكتوم خويا لقمان وهنا. والله راني هنا قدام لاكرون بوست. نزيد شويه ونروح. نزيدوا شويه ونبوجي. نزيدوا شويه ونروح، ولكن اي واحد يتلاقى بيا في الطريق يا خويا يتصور ما كاش كاع مشكل حبيبي. عادي جدا. واش راح نقول لك ما تصورش معاك؟ عيب عليا اذا نقول لك ما تصورش معاك. ولضرورة احكام. لذاك الواحد كيكون مشغول ولا كيف يحب يروح. ولا غير
شريك يضربوا بكروشي. هذاك اسمه المنظف. ايه ناخذ شغل طال البالون طاح بكروشي شريكي راح يتكرر الطفل هذاك. راح يلعب مع شريكي. هنا يجي الكونسيبت هذا تاع شو 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 البارح في الليدة في الجايز لقيت واحد عامل نظافة ولي دايما نشوفه صورت معاه ضربت صويرة معاه كذا إنسان ما شاء الله إنسان دايما تلقى به تحية كبيرة 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 لعمال النظافة المصلحين اللي نقول من أماكن اللي مشي زبانين اللي يعيب عليك أنك تكون زبان. عندنا تحية كمان من ليبيا. تحية من ليبيا تحية الناس ليبيا ربي يحفظ الناس ليبيا ناس الإحساس الكرام يا أخوي عجبتني شريكي والله عجبتني شريكي جوال لا 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 عجبتني جوار شريكي اروح منه هكذا اروح منه والله جوار شريكي ضربته راح يتكرر خلاص ما خلاص انت عارف في راسك انا بقول خلاص هي ما خلاص هي الفورمز الكاين صحه مسبه كاينه ماشي خلاص معليش هذه تقدر ديرها وبوفر على نورمال هذه جدا ما شفت كذا من الامريك ما ديش ثاني قدام الامريك ونبيع ربي يستر خلاص الحديد والحقره ولكن الحمد لله تجربه ضمن تجارب كبيره في امريكا وسنعود ان شاء الله المهم الذاكره العضليه وهذيك دائما واحد يحب على مكان انا وزوين راح نبدا ان شاء الله بروجرام شباب في الدوام على بركه الله كان بعيد قبيله كيف تصور كان بعيد كان بعيد خالتي دمتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنه مقعدا نلتقي ان شاء الله هكذا الله ونفر وحديكم كاع كيما راكم نحبكم في الله تحياتي